أنا ماني مربي، أنا مهمتي معلمة، أخذت معلومات في الجامعة ولا في الكلية أعطيها الطالبات فقط زي أي وظيفة ثانية، ماني مربية لأحد، وفقط مهمتي إيصال معلومات للطالبات وأتقاضى راتبي آخر الشهر وخلاص. التربية يا حبيبتي دورك أنت وأبوهم، ما أظنك أرسلتيهم عشان أربيهم لك. أنا بشر طبيعي زي أي موظف، لحياتي الخاصة، لأعيش إنسان واضح طبيعي، عندي أخطاء وعندي حسنات، عندي ماني مربية لأحد، وفقط مهمتي إيصال معلومات للطالبات وأتقاضى راتبي آخر الشهر وخلاص. ماني مربية لأحد، وفقط مهمتي إيصال معلومات للطالبات وأتقاضى راتبي آخر الشهر وخلاص. التربية يا حبيبتي دورك أنت وأبوهم، ما أظنك أرسلتيهم عشان أربيهم لك، أنت أرسلتيهم عشان يأخذون معلومات فقط لا غير. وما شاء الله ترى بناتكم يربون، نحن ما شاء الله تبارك الله، يعني ما يحتاج نربي أحد، ما شاء الله تبارك الله. وفقط مهمتي إيصال معلومات للطالبات وأتقاضى راتبي آخر الشهر وخلاص. التربية يا حبيبتي دورك أنت وأبوهم، ما أظنك أرسلتيهم عشان أربيهم لك، أنت أرسلتيهم عشان يأخذون معلومات فقط لا غير. والحمد لله وزارة التعليم لم ترصد علي أي خطأ، وهي مراقبة، وهي تعلم تراقب موظفيها جيدا ولا يمر عليها شيء مرور الكرام. وزارة الإعلام أعطتني موثوق لأني أستحق، ولم يرصد عندي أي شيء، إنسانة محتشمة في لبسي، الحمد لله لم أظهر بمظهر غير لائق. أنا قدوة الحمد لله في الأخلاق، في التعامل الحسن، في الصدق، في الوضوح، في عدم الإزدواجية، واضحة أخلاقي وتعاملي في منتهى الرقي بشهادة زميلاتي وطالباتي وكل من تعامل معي